جيبها. ايه بس الارنب انا دخلت فيها. شلون؟ وكل ارنب على مثال صديق لو قالوا. الارنب تمشي وفجاه اختفت. على كيف هالقنبوس؟ اي بس بعيده والله. ايه بعيده. بس لما انضربها قاسم يعني طقت هاي نامت. وشفتها لا مو صالح شو يقول؟ يقول انت اذا تريد تعرف اللي يضرب الصياد خم الصيده عدا راسها. اذا لقيت صجمه عدا راسها. اذا لقيت بها صجمه هذا لا يصيد ولا تحس بها الصياد. يقول تعال خلنا نطق. الله يشهد. كان اركض ويا قاسم وازم اقلب هم الدراجات وهم الارنب ابد ما لقيت صجمه. وين؟ كله بالراس. وراسه شبيه؟ صاير غربين راسه. راسها يصير غربين وجسمها شلع ما بيه صجمه. مو احسن؟ اي. صياد بس طه طه يقرا روحه صياد. بس لما اتصل رجليها ماكو. قاعد عند عمار هيجي. اقول له طه طه قال طه قال انت تريد طه قال تريد انا شلون اصيد؟ قلت له اي. قال شو؟ والله عم احطها بس بطانه شو اسوي؟ اي ما عليك. قال لي اذا لقيت بها صجمه يمنى يسرى قول انت مو صياد. والله طقها على دراجه ركضت انا قدامه. ايش لقيت؟ لقيت مطير صفحه كامله منها. ويقول لي انا صياد. قاسم بس بالراس يضرب. شلون طريقة الصيد بالله صحيحة؟ الدراجة احكي لك على الطاير. ايه الطاير اذا دائما اذا طارت من قدامك مطيار عدل الحقها لها تحوق الطلقة. بس لا تضرب اول ما تطير الدراجة، خل تاخذ عنك مسافة راح تمد الصف صف جناحينها. من الصف جناحينها راح يصير عندك هدف ثابت. عفية تلحقها الحوق. اذا طار الزلف ايه يعني هي طارت لافة. ايه لافة سلف. ايه اضرب قدام من قارها. ها قدام قدام من قارها. لو راح تقع براسها لو راح تقع الدراجة مجنحة. نعم. يعني طالع ويا جماعة وشايف بها كم قد من يوم. كلامك صحيح. لعد اقول لك ابو نشوة عيون استاذ. تسلم عيونك. لعد شلون تقول طه مو صياد؟ طه مو صياد. السيل اقول لك شلون تضرب هسه قاسم من قلنا له حجالك وانا شاهد عيان يعني الضربه مالت قاسم براسه ابد ما لقيت بها صجمه بالجسم. زين شو حسن يعني صنفك قال مو من ضمن الصيادين المضبوطين ليش؟ يقول انت ايش قلت ابو نشوه؟ اقول لك طه يضرب. ايه اللي يضرب هو بس يريد يوقعها. ايه يعني وين ما تطيح خلي تطيح. ما يخالف بس المهم يصيدها. لا ها الصياد الرنان يعني هذا صياد بعد لا تدور ورا. ايه بس براسها باي مكان تلقى صجمه قل له عم انت لا صياد ولا هذا. اكو كل شيء له اصول واكو احترام. زين بكل شيء واداب. خوش بكل شيء بكل شيء يعني هاي الحياه كل شيء به والصيد هم له اداب. ايه يعني من ضمنها انت موسم التفريخ ما تطلع تصيد. لا لا هو الحرم صحيح ولا لا؟ مرات هاي مبينه. مرات انت تشوف لك فرق صغير ما ايدك مسير عليه تضربه. خطيه. صحيح ولا لا؟ صحيح. هاي من باب شنو؟ من باب الاحترام والاداب. الرأفه من باب الرأفه. صحيح صح. ايه زين هسه طريقة ابو حسين. لا 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 حسين هاوي. ابو حسين يضرب والله وحده طيح وحده لا. لا والله مو سكباري مضبوط. لا بس ينصب الموجه ذاك الوقت يلا. يعني لعد تصنيفه ابو نشوه. والله اي صحيح ابو نشوه غير. اي صحيح ابو احمد. ها والله هواي يعني بالثلاث طلقات يلا وحده طيه. لا دجاجه سعر دجاجه ثلاث طلقات. اي والله شوف والله واحد يتفضى استاذي يتفضى وحلوه. لا حلو الصيد حلو. اي وهسه لما نشوف لك السلاقل لما يحودن. اي اغلب الاحيان انا من اروح بس اريد اشوف اضحك. اي يعني حلو استاذي. ونسى ونسى ابو نشوه الصيد هم له شروط برايك انت؟ انا برايي يعني مثلا الشهر حرام ما صيد. خوش
فراخ خطية بيام التفريخ والبيض. أحسنت، يبقت البيض وهاي البيض والتفريخ والهاي خطية. زين. إذا الشغلات واحدة. بعد. بعد شنو يعني؟ هو يعني أكو شغل تسمية. إيه مثلاً هسه أنا أريد أروح أصيد. ما تقرب على حرمة الدار. يعفية. ما أجي البيت، ماكو زرع جديد وأطبيه. يعفية. هذا كلن خطية. ويغثل مثلا اذا واحد هو يتعمل زرعاته ايه وانت رايح هو يجورك وجدوم وهاي هم ما يصير صحيح يبارك إيه فيك. اذا صارت صيدتك طارت دراجه وجت وشيتت ولها بستان بشي هو صف يعني جريب البيت صح عوفها وروح لا تروح إيه. يا عين زين ابو نشوه المتابعين كلهم يسالون عليك ويسلمون عليك الله يسلمك وتسال عليهم العافيه حفظك بس انت مختفي عن الانظار ما ادري وين والله استاذي موجود انا بس شنو هم بشغلاتنا وهاي وعلى تدري انت هاي الفتره فتره اختلاف جو اي العدل يعني مثلا من الصيف للشتاء هنا شويه الشتاء الصيف على الشتاء بهاي الفتره يصير الانسان يصير له شغل شويه يعني يلتم عليه شويه شغل خلينا نقول تداخل الفصول إيه. زين لعد هاي مال يانا يا يانا الخبر ما يانا مدري شلون شلون شو هاي شلون مال يانا الخبر ما يانا هاي ماله يلا شلون شو يقول شيء ما سامعه وسمعه وهو يقول يانا الخبر ما يانا حفظكم عيني ممنونين الله يسلمك استاذ